حاجة منصور، عندك ايه النهاردة؟ عندي عدس. عدس وان شاء الله افطار الصايمين لحمة. فطار الصايمين لحمة. لحمة هيفطروا لحمة النهاردة ان شاء الله. ان شاء الله. عندك يا بنتي، انا عندي، عارفة انا بنت مين؟ ان شاء الله كل حاجة حلوة عندي عند الشيخ منصور. بنت سيدة علي، فاطمة سيدة علي، ربنا يديك الصحة يا رب. يسر يا رب يا رب. قولي يا حاج منصور، كل يوم بتطبخ هنا؟ برزقه. برزقه يعني ايه؟ برزقه يعني يبعت ربنا، احنا بنشتغل يوم كله. اللي جاي بنطبخه، اللي بيجي بنعمله. ربنا ييسر حالك يا حاج يا رب. ييسر عرضك يا رب. قولي يا حاج، انت النهارده قلت ان انت عامل عدس للصايمين، عدس للفطرانين ولحمه للصايمين. ايوه. طيب بكره هتعمل ايه؟ بكره نابت. نابت اشمعنى؟ عشان يوم الجمعه وجبه مقدسه. طيب قول لي يا حاج، انت بقالك كام سنه بتطبخ في قدام المسجد هنا؟ انا هنا نزلت هنا دي 30 سنه بس، لكن خدمه ثابته 7 سنين، لكن كنت بلف الموالد بالخدمه. بتلف الموالد بالخدمه؟ لكن خدمه ثابته هنا 7 سنين. بتلف الموالد بالخدمة الأول، لكن دي وقت خدمة ثابتة. طيب احكي لي يا حاج، انت بقالك 30 سنة في المهنة دي، المهنة دي علمتك ايه؟ الصبر. الصبر بتستفاد منها ايه؟ بستفاد ان انا احب حب الناس. حب الناس. وشك فيه قبول ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. قلت لي ان انت بعد ما عملت حادث برجلك ما عندكش بتشتغل الشغلانه بتاعتك، فبقيت قاعد لخدمه اهل البيت. اهل البيت. ما عنديش عايد ولا عندي معاش ولا عندي اي حاجه. محتاج ايه؟ محتاج الستر من ربنا بس. الستر. الستر من ربنا بس، مش محتاج حاجه غير الستر من ربنا بس. لان اراده العباد ربنا، والمساكين دي تاكل وتاكل انضف لقمه. انضف لقمه. ها؟ المساكين تاكل انضف لقمه. لما بيجي لك رزق بالليل بحس بنام مطمئن. بتبقى مطمئن. فرحان. فرحان. انا بعد الساعه 1 وبصحى الفجر بره. لما بتطبخ الاكل ده ياخد معاك وقت قد ايه؟ حسب الوجبه اللي قدامي. طب احيانا بتحس ان انت مش قادر تطبخ؟ لا، اللي بيجر على السلاح ده ويجر الفتحه بتاعته، لو بيموت بيبقى فيه صحه عطاله ربنا. هو قوي ايمان. بتقولي ايه يا حاجه؟ ربنا بيقوي ايمانه. ربنا من امثاله. ربنا يكتب في جو ايمانه وكتب من امثاله. يعني ما بيحسش ان هو تعبان او مريض او عندما بيقول يا رب، رب العرش بيقويه. رب العرش بيقوي. على لقمه المساكين. على لقمه المساكين. وانا من ضمن المساكين اللي قاعده عندي. كلنا مساكين على باب الله. كلنا مساكين على باب الله. كمل لي يا حاج منصور. اتفضل. انت بتقول لي بابا اسعد واحد في الدنيا لما يجي لي الرزق بالليل وابقى عارف هطبخ ايه. بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. المهنه دي علمتك الصبر، وعلمتك ايه تاني؟ الحمد لله الصبر، واتحمل الاسى اللي جاي لي. يعني ايه تتحمل الاسى؟ هو في يعني اسى؟ طبعا الدنيا فيها اسى. احنا في غلا. احنا في غلا. الاول كنا بنجيب كيلو الرز ب 7 8 جنيه، النهارده كيلو الرز ب 25 جنيه. ربنا يرزق. ربنا بيرزق. في حد في مصر بيبات جعان؟ لا، النمله في الحجر ربنا بيبعت لها رزقها، والدوده في الارض. تقول ايه للناس اللي بتقول لك احنا مش هيجي علينا وقت مش هنلاقي ناكل؟ قول لها، قول يا رب ربنا يرزق رزق. يا رب ربنا يرزق رزق. فتره هتعدي. فتره وهتعدي، واحنا مش في مجاعه ولا حاجه. احنا لو شفنا الناس التانية احنا احسن منها. احنا لو شفنا الناس التانية لو يبصوا في البلاد، الدول التانية اللي فيها الزلزال واللي فيها الحرب واللي فيها ده، احنا احسن من ناس كتير. الخير موجود. الخير موجود ليوم الدين في البلد دي. تكون عمران يا استاذ. البلد دي فيها خير لود الولد الولد. ما فيهاش بخل. ومصر الوحيده اللي عمرها ما كانت بخيله. مصر الوحيده اللي هي في رمضان بتقدم وجبه فطار للمسكين والمحتاج. صلى الله عليه وسلم. لو معديه على باب مسيحي في رمضان بيقدم لك فطار.
بيقدم فطار. انا اعرف ناس كنا عندها مسيحيين وشغالين عندها كانت بتجيب لنا وجبه فطار كامله. الله، ايد واحده دايما والخير موجود، موجود في كل مصر الدين. وفي اهل مصر، اهل مصر كلها خير، اهل مصر كلها خير، وانت اهل الخير. لا انا راجل مسكين على الله، كلنا على باب الله. أيوة. بس انت فعلا اهل الخير، الله يستر ربنا عليك. يديك الصحه وربنا يخلي البلد دي ويحمي البلد دي من اي حاجه يا رب، ويبارك في عمرك يا رب، يستر علينا وعليك، ويديك الصحه عليك. وتقدر تخدم لله زي ما انت بتخدم يا رب. وقول امنيه كده نفسك فيها. نفسي في امنيه، نفسي ربنا واحد ابن حلال يتطوع يجيب له حلتين كبار. حلتين كبار؟ آه. يجي لك ان شاء الله حلتين كبار. ماشي. كل سنة وحضرتك طيب. طيب.